اعلنت الحكومه بدء صرف السلع الغذائيه لاصحاب البطاقات التموينيه عن شهر اغسطس من خلال اربعين الف منفذ على مستوى الجمهوريه حيث تم صرف السلع بقيمه الدعم المخصص لكل بطاقه تموينيه 25% هي قيمة التخفيضات على السلع الحرة التي أعلنت عنها أميرة أحمد صاحبة إحدى منافذ جمعيات بن التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في مبادرة شخصية هدفها التخفيف على المواطنين وتقديم السلع بأسعار أقل من المعتاد. النهاردة أول يوم صرف تموين والسلع متوفرة الحمد لله وزي ما أنت شايف الصرف بيتم. بالنسبة لبقى السلع الحرة لا تمام عاملة عليها 25% بالنسبة للسكر الحر هو بيتراوح من 28 ل 30 انا عاملاه ب 26 المكرونه بتتراوح من 10 ل 12 انا عاملاها من 7 ل 9 الجبن من 15 ل 20 انا بداها ب 13 من 13 ل 15 الدقيق من 20 ل 22 من 16 ل 18 انا أه لا في مبادره كويسه ان شاء الله تعجب الناس كلها دعم كبير تقدمه وزاره التموين لاصحاب منافذ جمعيات من خلال ضخ كميات من السلع الغذائيه وتشجيعهم على تعميم المبادرات التي تسعى لخدمه المواطنين احنا عندنا في محافظه الجيزه النهارده عندنا ما يقرب من 2500 منفذ بيع سلع تموينيه على مستوى المحافظه ما بين بقال تمويني ما بين جمعيتي ما بين مجمعات سلكية كلهم النهارده في يد واحده كله بيبدا الصرف للمواطن بالاسعار التموينيه زي ما هي مع ثبات الاسعار دون اي تغيير المواطن ياخذ السلعه اللي هو محتاجها من 32 سلعه بالجوده والسعر المقرر. المبادره هي دي شابه من شباب جمعيتي ده منفذ من منافذ البيع. آه ده التموين المعدل بيقولوا عليه دي, دي مبادره آه مع الرئيس امر بيها معالي وزير التموين لتشغيل آه الشباب في عمل محلات تموين باسم جمعيتي اللي هو الحديث فدي بتبقى شباب آه عندها طاقه عندها حيويه آه دول بيبقوا آه آه بياخدوا العقود بتاعتهم فبيبتدوا يعملوا بقى تنشيط لمبيعاتهم المبادرة التي انطلقت من الشهر الجاري لقت إشادة كبيرة من الجمهور الذي أكد على توفير جميع السلع التموينية وبتخفيضات كبيرة تاخد طيب الحاجة بالبركة والله هم ناس كويسين وناس محترمة والله أنا والله هم شوية الزيت والسكرات والحمد بركة في المعنى والله أنا جيت أخذ التموين لقيت الصراحة السكر مخفض عن بره والحاجة كلها موجودة عندهم كل حاجة وما فيش ولا زحمة ولا حاجة زي محلات التموين التانية كله متيسر يعني الحمد لله تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من السلع على بطاقات التموين تتضمن كل السلع الأساسية لصرفها ضمن المقررات التموينية من خلال 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية محمد الخطيب التلفزيون المصري